إذا تيقن وجود السحر كيف يعالج السحر؟ علاج السحر من طريقين. علاج ممنوع وعلاج مشروع. العلاج الممنوع أن يعالج السحر بسحر. لا يمكن أن يعالج السحر بسحر. مخالف للقرآن. مخالف للسنة. مخالف لأقوال الصحابة والأئمة. فيه تقوية للسحرة. وفي تضعيف للتداب القرآن. الآن إذا كان عندنا علاج لمرض هذا الأخ مريض ويوجد علاج مضمون 100% وعلاج مضمون 1%، يأخذ أي علاج؟ العلاج المضمون 100% بالقرآن. كيف نترك اليقين ونذهب إلى المظنون؟ ثم الآن المريض عندما يذهب إلى الساحر الذي يدعي أنه يعالج هذا المسحور، ماذا يصنع هذا الساحر؟ يصنع له سحر جديد. المريض كان لديه سحر واحد، الآن زاده سحر على سحر. ثم هذا الساحر المعالج الآن لا يمكن أن يعالج هذا المريض حتى المريض يشرك بالله ويقرب شيئا للشيطان. قدر الله سبحانه وتعالى عليك السحر عليك المرض هذا خير. كان الله سبحانه وتعالى قمنا حمين سيئير لكم منتوم لكم أمبر بان كان نام لديه لكم مين أبي مرسيكي نام جيد كان قمنا الله سبحانه وتعالى لك جريم الله سبحانه وتعالى. إذا تصبر لك أجر عظيم عند الله. كان جيد صبر لأحمد كيين تقول ما انتحنا في الله سبحانه وتعالى. تذهب إلى السحر النهاية الشرك نسأل عافية السلام. بس أن كيين تجوه ترو منتوم لبي أكيما النوع الثاني من العلاج علاج مشروع. علاج بالرقية الشرعية كقراءة الفاتحة مثلا. علاج بالأدوى المباحة كشرب العسل أو الحجامة. الحجامة والحجامة علاج بالدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى
យើងជាមែនតាមរយៈការទូអើទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា